FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة ماستا ولا تمط الزمار بصلة، ولكن كل الوقائع صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوكي بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية ما يكتب على الموقع، وإنما نخرجوه عن سياقه بكل براءة والشفافية شفافية. اليوم 28 مارس 2017 وحكمة اليوم اللي خرج بها الشعب الفيسبوك العظيم، سيبوا البهيم وشدوا البردعة ونداولوا التوانس على فيسبوك خبر إقالة معتمد في ولاية قبصة خذ 500 دينار رشوة من مواطن قال شنو بشي مكنوا من قرار بلدي. الفيسبوكيين قالوا المعتمد ذا يطلع ما هواش كفاءة. كفاءة المعلمية تضرب بالمليارات خويا، برشا فلوس، ومن بعد يسامحهم وهو مسخ روح على خطر 500 دينار. قالوا سراق صحاح يضربوا دزة باهية ويتكاوا على الأحزاب. من بعد هذا الكل الرجل فضحوه علاش على حق دخان وشوية قهوة. تسيد قالك وطني، انت عايز غير شيء اتعاب. ايه باشا اتعابي، انا راجل وطني وعندي مبادئ، انا لو كده بمليه عشان مجهود بعمل البلد. امال انت عايز ايه؟ عايز رشوة. نعم رشوة، انا راجل مرتشي وصريح، مش انت مرتشي برضو؟ مواطن فيسبوكي صالح قال بالمناسبة مناسبة فضيحة المعتمد عندي سؤال وسؤال بريء. توا قانون المصالحة زعمة باش يطبق على معتمد قفصة اللي تشد برشوة 500 دينار. سؤال وجيه من إنسان تافه، إنما حنرد عليه. يعمل ايه شباب غلبان مش لاقي فرص عمل؟ يموت على رأي المثل، يا جار يا طبخي يا سيدي كلف. مواطنة فيسبوكية قالت سمعت الخبر ذايا وبربشت شوية وعرفت اللي المعتمد ينتمي لحركة نداء تونس. قالت مش مشكلة نبعثوا له الشيخ فريد الباجي توا يكركب عليه وينحيله كما قال هو النجاسة. عنا 30 كعبة حابس برشا، اي بر 13 حابس. هذا هو توا تم التكركيب اللي علينا دنيناه والبقية على ربي سبحانه. اسمي خطفات وقت اللي نوث اغل فيه بالفلاية ودني ليه مرقة بالحم الفقرون. للي ما شو الفقرون الثار تو يثور كيف الثار. فيسبوك الاخر قال ما تخافوش تو يبعثوا الشاهد اعارة المعتمدية اخرى. وعلى ذكر الشاهد نلقاه اليوم اجتماع مع رئيس الجمهورية، ومحور اللقاء كان الاستعداد لشهر رمضان. وراول الشاهد بين فيه قاعد يحضر بالقدير رمضان وعلى قاعدة صحيحة، ومبارتجاو توانسة البارح فيديو لجو الشاهد يلعب في الشكوبة في زيارة لحي شعبي. وكل ما تمنيوه الناس على فيسبوك انه الشاهد يطلع محاسبي في الاقتصاد مش كما في الشكوبة غفص، وما نخرجوش قال كما قالوا هما مطرح بالبرميلة بيجي. التغيير في العالم يحتاج الى مجانين، نحتاج احنا الناس مجنة اللي كان راكب على حصان وقال لصاحبه قالوا بعد عامين مش نعمل حصان حديد يركبوا عليه الناس ويتحركوا به وما يكونش القرد وما يكونش الشعير، قالوا يا مجنون بعد عامين نعملوا سيارة. أما رئيس الحكومة نمشي لوزير التربية اللي بدأ ينسج على منوال وزارة بن علي. أوي جلول ناشد البجي قايد السبسي باش يترشح لولاية أخرى 2019، وفي رواية أخرى يا بجي سير سير وإحنا وراك بالبندير. زعما قالوا الباي المفدى منقذ جمهورية الشيخة موزة وتاجر الموز شنو رايو في الموضوع؟ إني سعيد جداً لاختياري لكم كشعب ولاختياركم لي كرئيس. عندي ما نعمل يا اخي، قصيتوا عليا تروح كان دي كراش. نعتذر لكم لانه ما كانش في الحسبان، لذلك باش نرتجل كلمه سريعه مش بناخذكم راس. ان اشكركم على هذه الثقه التي منحتوني التي منحتها لي، لكن لكي أكون رئيسا أني أشكر كل المجهودات الجبارة. وما دمت على قيد وطير الحمام مجروح وبنت السلطون يا أخوي احنا نتمناه طول العمر للباجي قاعد السبسي، وما نقفوش ضد حقه باش يترشح لولاية أخرى. مواطن على فيسبوك علق وقال وقتها يولي الباجي يسير فينا هو قاعد على كروسة تقول فيلم إكس مان تحت شعار 2019 السبسي خياره للمستقبل. يا معلم مش راكب على بعضها الحكاية. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما عايز، عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش.
ربنا خلوه لنا يا رب وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس واكله كبابه وكفته طول عمره واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه. اللهم اطحن الزعيم. اللهم اقسم من بابا غنوجه واديله ترشي. اللهم ترشي. اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير. اللهم جرجره بحق جاه النبي. اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ. اللهم بطخه. اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير نزل. لسه الرئيس هيقعد يتفتغ وبتاع مش فاضيين احنا الحاجات. الزعيم يلهط على طول. وما زلنا مع نيدا تونس او بالاحرى شق من شقوق نيدا تونس وين بارتجاو تونس على الفيسبوك فيديو لخماي سقسيلة صرح فيه وقال هذا امل التونسيين الان هاكم تشوفوا من التسريبات والكلمات والعقلية يعني القروسطية العقلية يعني المبتذلة حشمونا معاش على وجه معاش على وجه. انت تتكلم جد انت مات. لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. لا اله الا هو روى خميس قسيلة كان ضمن الوفد البرلماني اللي مشى في زيارة لسوريا وقابلوا بشار الأسد. زيارة خلقت برشا بوليميك على فيسبوك. برشا كانوا مساندين لها زيارة هذه وشافوها فرصة باش نصلحوا الخطأ الدبلوماسي اللي صار في عهد الترويكا وقت اللي قعروها وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع شقيقة سوريا. وبرشا ما عجبتهمش خاصة وأن النواب مشاو على زي راسهم من غير ما يتعديوا بمكتب المجلس ويشاوروا ولا حتى ينسقوا هكا مع الخارجية التونسية وإلا رئيسة الجمهورية. ما اسمع بهم حد يعني تحسهم خارجين في رحلة ولا مخيم كشفي. هذا محيط الواحد ينمي فيه مواهب الديمقراطية. وقبل ما نختموا تصويرها مزيانة برشا بارتجوها التوينس على فيسبوك أثارت أعجاب عدد كبير من رواد الموقع اللي أعربوا كي على مساندتهم لها المشروع. تصويرها من نقل جماعي معلق لافتة مكتوب عليها دينار دينار لموا مليار ونقذوا صغار بادرة طيبة تحث التوينس باش يتبرعوا لجمعية مرام اللي تشرف على تهيئة وتأثيث وحدة استشفائية وعيادات خارجية تابعة لقسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزراعة الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي. ونلقاو بادرة أخرى قاموا بها مجموعة من الشباب في القاصرين ونلقاو قاعة سينما تابعة للبلدية مسكرة ومهجورة دخلوا نظفوها هيئوها واليوم إن شاء الله يكون الافتتاح لقاعة سينما إشعامبي. إن شاء الله ديما نشوفوا بادرات كيف من هكاية اللي تبعث الأمل وتظهر روح العطاء اللي عند التونسي. وفي هذه الظروف العصبية العصيبة سيدتي حتى ننقذ البلد ويدكم في يدي حتى نقهر كل شيء. كان هذا كل شيء في الأكتو فيسبوك ومش كل شيء على فيسبوك. فقرة من أعداد أشرف العتروس والتقديم لرامي مكلين. وكان عجبتكم تلقون بعد شوية الفيديو على الباش فيسبوك باش غاديو كابا فام. ومشاهدة طيبة للجميع. أكتو فيسبوك. كابا فام الكلمة ليك.